السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا مضخمين مزيانين كل شيء. هو هذاك الحمد لله الحمد لله. المهم اخوتي، في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا عندنا بحال دائما رياكشن على واحد الرابور، وهذا الرابور هذا بطبيعه الحال ما مغربي ما تونسي، هذا رابور سعودي. ديجا كنا صورنا على واحد رياكشن كيتعتبر من احسن رابيروس اللي كاينين في العالم العربي. كما كتشوفوا اليوم عندنا رياكشن على الديسك ديالو. هذه جوج سيمانات باش بوست ديسك، يعني ما لقيتش ديسك اللي جديد، ولكن غادي نصور عليه وغادي تشوفوا هذا الرابور. هذا صراحه انا فان ديالو، فان هذا الرابور، عنده شي حاجه مقوده وشي حاجه هاربه بلا ما نستعملكم ديك اساليب التشويق. المهم خلينا نعملوا الرياكشن ديالنا. وبحال دائما اللي اول مره كيشوف هاد الوجه هذا هو دابا يعملنا واحد اللايك والفرقع اكبر سبسكرايب، واللي ديجا من لا فامي خلينا واحد الكومونتير اللي زوين اللي يشجعنا ويحمسنا نزيدو نكملوا في هاد الدومين. تراك سميتو ويست كوست اي لايك وين يو ران، كنظن التراك هذا بالانجلش ما عرفت. المهم غنشوفو وديك الساعه نحك. كليك. اسمع والعجيب يوم الأحمق أكبر من حقه. نايس القافية زوينة والله يتزوينة بالحال. كملوا مضحك من قبل على ناس من الناس بالراب لا تبقى ما عليهم لوم، إلى هذا اليوم شغلهم منظرة، لكن أنا دوم فجرحوم وبنص كل مسخرة. وبرو ما يقولوه من رابهم عرض الحائط، رابهم مثل فجة ليبرالي في دبر وضوء بالغائط. أضربهم وجعهم ما أرحم منهم أي مدعي، وصف قلب وجوه بظل كفوف للبسر حتى يعي. كن معي أنا لك ألمعي به مثل الأصمعي، من بعد السعي ما بتسمع عنهم غير. اسمع هذه يو. كن معي انا ذكي المعي وذا هي مثل الاسمعي. الشعر رب ديالي قسها داكشي باللغه العربيه الفصحى تخممش. كملوا كي المعي ذا مثل الاسمعي، من بعد السعي ما بتسمع عنهم غير اخبار معي. الله سنعاودوها بالحال. جرعة زايدة فلو بكلمة كايدة ما بعرف هاد الكلمة. نكمل بس لو جاي تب لو ويت بس لو جاي تبي فايت في الباي باي تروح بس ايش الفايدة. فلو اولد سكول والله تا فلو اولد سكول. عارف انه كلامي السم لو لدغو ضغطة، ابتسامة وجهي هذه لو تعتبر صدقة. كانوا فروخ زمان اتبنوا منا صورة لقطة، بس دحين كبروا الفروخ وصاروا لقطة. من سنين كل من قرب لي قالوا سخطة. احنا الكتاب جمهورنا اسطورنا وانت النقطة، للتفقيه الراب رحم وانت منا نقطة. لطارق بن علي ظهرك انحني، صمتك انتمي لنا ما تنتمي، رابكم مركع. وليد قفي يشحن قودة. اسمع رحمت منا مطفى لطارق بن علي ظهرك انحني
اسمع 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 لطارق بن علي لا ظهرك ينحني صلبك لا انا عاودوها لطارق بن علي ظهرك ينحني صلبك ينتني لما مت لا لا انا ما تنتمي او ماي جاد اصاحبي هادشي شحال مقود انا عاودو نعاودو لطارق بن علي ظهرك ينحني صلبك ينتني لما انا عاودو لطارق بن علي ظهرك ينحني صلبك ينتني لنا ما تنتمي او ماي جاد هادشي قواده ديدي كاس نسوعده تحيه اللي لهم كنوجه لهم واحد التحيه اللي كبيره بزاف من السعوديه كاملين راكم كاينين في الرب والله حتى كاينين كاينين كملوا التراك ديالنا اي لاك ات وين يو ران الروفرنت كتسمعو كيبقى يتعاود لك في الدماغ ديالك والله العظيم الا مشكل هذا الروفرنت كيبقى يتعاود لك في الدماغ ديالك هادشي جاي دابا يتسالى الديسك هذا يبقى يتعاود لهذا الروفرنت في الدماغ ديالك باش تعرف الديسك ملي كيكون واع كتبقى عاق على شي كلمات واخا تنال الله اول مره عادي تسمع المهم كملوا صلبك ينتني لنا ما تنتمي رابكم مرقع رابي هو معدني تجي قدامي تنجلي لساني هو سنفمي يخلي تبينا كندني شفني جيتو بس لقيتو فجأة هو دقصر جاني لملعبي يقول لي إريك لا تتنى الله الله صاف 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 نمشي الحال صاف بلاتي بلاتي تقسي ولا وصلنا البيستة اللي مقودة أنا عودوها عجبني عجبني الفلو حق لا إله إلا الله عجبني الفلو قدامي تنجلي لساني هو سنفمي يخلي جبينة كندني شفني جيتو بس لقيتو فجأة هو دقصر جاني لملعبي يقول لي إيريك لا ت... جاني ملعبي يقول لي إيريك لا تتأني ها؟ ما فهمت شي جاني الملعبي يقول لي إيريك لا تتأنن لا تتأنن لا تتأنن لا تتأنن المهم هو قلب واحد الطريقة واعرة سمع سمع دابا مر هادي مر هادي فرق اللي بيني وبينهم فرق بين الصندل والصندل أنا طيب الرائحة دي أنت تنداس بالأرجل عليك من يرن عليك من يرن عليك شكاً معلم علينا بس يسكن عسموك يا قبلان بس تجد بس انت ضفي أراضينا عليك من يرن عليك شكاً بس يسكن عسموك يا قبلان يو سالينا دابا الرياكشن ديالنا اول ماي ريسبكت تو هذا الرابور هذا اللي اسمه كلاش بيغ ريسبكت تو يو واعر بزاف واعر 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 خصوصا كيلعب على 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 السايد ديال الاولد سكول وانا من محبين الناس اللي كتعشق السايد ديال الاولد سكول يعني كيجيني شي حاجه اللي واعره بزاف وكيجيني هذاك هو الراب الحقيقي مقارنه مع النيو سكول بنادم كيجيني في النيو سكول هيك كيخربق صراحة نجيكم من الاخر يعني ما بقاش الراب هذاك صراحة نجيكم من اللوجيك يعني تسمع تسمع الاولد سكول عاي مزكك بزاف بنادم كاين اللي كيمسك الاولد سكول كاين بسبب هذا النيو سكول ما بقاش كيسمع الراب هذا الرابور من احسن الرابيروس اللي كاينين في العالم العربي والفلو ديالو سمعتو سمعتو الديسك فلو ديالو الديسك ديسك ديالو كاملين اولد سكول يعني ما كاينش فيها ديال شي حاجة سميتها التراب ولا شي حاجة سميتها النيو سكول بالروز ولا شي حاجه اللي مقوده بزاف تبارك الله عليه وكان ريسبكتيه من هاد المنبر من المغرب للسعوديه اول ماي ريسبكت تو يو العز رابور كلاس من احسن رابيروس عندي وهادشي اللي كاين الخوت كانت الرياكشن ديالنا قصيره بزاف بطبيعه الحال ما فهموش الكلام كامل وانما سمعنا ديسك وعجبنا وشاركنا التجربه ديالنا مع الديسك هذا لاول مره نسمعوه وهادشي اللي كاين باش كنكونوا وصلنا الرياكشن ديالنا بحال دائما ما تنساش واحد اللايك واحد سبسكرايب وعملنا شي كومونتير زوين باش تدعمونا اكثر ونزيدو نكملوا في هاد الرياكشنات هادو وكان معكم زيد فري رانينغ نتلاقاو في فيديو ان شاء الله السلام عليكم.